تحية لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم العربي والعالم بحلقة جديدة من برنامج دانك ومواضيعها الكتير وفقراتها العديدة بهالحلقة اليوم. أنا وياكم مشاهدينا بدي رحب بالنائب الأول رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة. صباح الخير. صباح النور وبتشكرك للاستضافة وإن شاء الله نقدر نوصل للجمهور الباسكت كل هالاشياء اللي نحن فيها مشان نوضح كل الامور. وصلنا مطرح لازم الامور تتوضح وان شاء الله يكون في شيء اخبار سعيده. اكيد نحن بالبدايه يعني صرنا على مدار شهر تقريبا هيدا الملف من اول ما بلشت الحلقه من بعد بطوله اسيا ونحن مد وجزر بمواضيع كره السله اللبنانيه. الجمهور اللبناني وصل لمطرح زهق، نحن زهقنا، حتى انتم زهقتوا. صحيح. ما ضل في حدا الا ما زهق. لوصل لمطرح نحن بازمه كبيره، واكبر دليل انه لبنان رايح للايقاف، يعني لبنان رايح لمطرح ممنوع المشاركات الخارجيه، منتخبنا الوطني اللي ادخل الفرحه لقلوب اللبنانيين رايحين بمشكله. دقيتوا ناقوس الخطر ولا بعد؟ بالواقع اللي عم تحكيه اكثر من صحيح. ناقوس الخطر ندق، وما قبل آسيا ليس كما بعدها. صح. بالواقع مثل ما كل العالم صارت تعرف عنا هالمشاكل الكبيرة يلي وصلت نتيجة لعدم وضوح بآسيا. وصلنا لحضرتك عم تتفضلوا يلي هلأ أهم شغلة هي توقيف لبنان. توقيف لبنان ما حدا بيحمله، ما فينا نحمله. بقى في كتير ناس طالبة انه نرجع نتفاهم مع بعضنا. حبيت انه اقول لك اليوم تكون اول حدا بيعرف انه عم نفكر من هلأ بهالجمعة نرجع نجتمع ونحط جدول اعمال بكل الامور العالقة ونتفاهم مع هذا الاساس. لحظة، هيدي بدي اوقف عندها لانه هيدي سكوب. اول شيء حتى نحكيها، امبارح كان في اجتماع بالليل على مستوى عالي لأغلبية أعضاء الاتحاد اللي أنتم بتمثلوها، وكان في كل الاجتماعات اللي صارت مؤخرا بغياب رئيس الاتحاد الأستاذ بيير كاخيا. صحيح. وكان في مطالبة أنه لازم تقعدوا مع رئيس الاتحاد وطاولة وحدة، وهيدا يلي قاله أجوب خاتشاريان أمين. صحيح. عام الاتحاد الآسيوي. خبرني عنها هيدي لبرنامج دانك. رح يندعى 7-8 أعضاء ندعي لاجتماع مع للجنه للهيئه الاداريه نهار الاربعاء ان شاء الله. ان شاء الله بكره بتوصل الدعوات. وبتصور انه لازم كمان استاذ كاخيا يكون موجود وكل العالم مشان نقدر نحط النقاط على الحروف. لانه وصلنا مطرح ما بقى فينا نتراجع. برجع بقول لك ما حدا بيحمل توقيف لبنان، ونحن بنتمنى انه مش على دورنا يكون توقيف لبنان. في مشكل كتير كبير، يعني ما بدنا نغش الجمهور ونقول له انه خلص رح تنحل القصه. في نقاط كتير عالقة. استاذ ابراهيم انت بتعرف الدافي المال كتير اساسي. الاتحاد اللبناني لكره السله يعني فيك تقول انه مديون، مش فيك تقول هو مديون، علينا مصاريف كتير كتير كبيره، وهيدا ناتج عن سوء اداره. يعني في سوء اداره وصلت لهون. كلنا بدنا اسيا كان، بس اسيا كان لازم يكون عندها اسس. الاسس تبع اسيا ما انحطت. قلنا يا جماعه الخير انتبهوا، نحن ما قادرين نتحمل عبء $1,700,000 بعد ما حكينا مثل ما بتقول حضرتك ورقه بول، بعد ما عملنا كل المصاريف، كيف بدنا نامنها؟ كانوا يقولوا انه لا خلاص مامن 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 والدوله رح تساعدنا. تما نظلم الدولة، الدولة ولا مرة وعدت انه رح تعمل، الا اخر شيء اعطيتنا المليون دولار، ما بعرف هلا وين صارت بالله. عندنا مشكل كبير بدنا نحله. المنتخبات يعني ما بعرف، الله يساعد مدير المنتخبات والامين العام وكل العالم، يلا خبيط خبيط خبيط، بالوقت يلي باقل امكانيات معينة هن عم يشتغلوا. يعني اليوم وقت اللي طلع المنتخب اخر مره على الاردن، يعني عشوائي لو من استاذ اكرم الحلبي ما يكون يعطي دونيشن للمنتخب ما طلع المنتخب. يعني في مشكل، ما حدا يتامل انه بلحظه رح يمشي الامور. في امور لازم تتوضح، في عقود مش مزبوطه، في عقود انمضت من دون علم الهيئه الاداريه. خي نحن ما لنا شهود زور،
وان شاء الله نقدر نوصل لها. طيب انا بدي اسالك وانت بدك تجاوبني اسئله اليوم جاهز لإلي. انا بالإجمال رجع لك رح ارجع لك لكثير شغلات، ولكن خليني انطلق من هيدا السكوب اللي اطلقته بالحلقه اليوم، انه عوده المياه الى مجاريها. ابدا انا ما قلت عوده المياه الى مجاريها، عوده اجتماع محاوله اعاده المياه الى مجاريها بعد ما نكون وضحنا كل الامور. بدي اقول لك استاذ ابراهيم، اذا واحد عمل خطا مش انه تصلحنا بيمشي الحال، لازم يدفع حق خطاه، لازم يدفع حق خطاه، وكل انسان لازم يدفع حق خطاه. اللي اخطا بدنا نقول له انتبه انت اخطات، وبدك ما بدي اقول تتعاقب، تتحاسب، واللي عمل منيح بده يعمل هلا منيح. انتو رح تدعوا لاجتماع للهيئه الاداريه، بس مين قال لك رح يجي رئيس الاتحاد؟ هلا نحن علينا ندعي، هلا هو بيقول انه نحن ما عم ندعي، مش الرئيس لازم يدعي، الرئيس لا لازم هي يدعي. في ايه في ما بدي شارعك هلا بالنظام، انت بتعرف اكثر مني. لا لا في بالنظام. في بيقدروا الهيئه الاداريه يدعوا بيدعوا وبيجي الرئيس، بس انه اللوجيك بيقول انه الرئيس بيدعي. اللوجيك العرف، هو العرف بيقول الامين العام مش الرئيس، لانه الرئيس ما بيقدر يدعي لجلسات بتكون عدم قانونيه. هيدا النظام مش انا حاطه يعني. بتيجي الدعوات للاعضاء بواسطه الامين العام، بنوجه له تحيه الاستاذ شربل، فعلا فعلا زي الامين العام ما بقى بده يدعي، فعلا الامين العام عم بيعمل شغل كتير كتير كبير. اذا بقول لك اذا شيل اسيا كل الشيء ماشي بالمينيموم ريكوايرد، درجه اولى، درجه ثالثه، ثالثه، رابع، كل درجات مطلوقه بإمكانيات كتير ضئيلة. برجع بوجه له على الهواء يعني شكر على كل شيء اللي عم يعمل. امبارح كان في اجتماع ببيت أكرم حلبي، صحيح؟ أول شيء صحح لي إذا عم غلط. والله ما بغلط أستاذ إبراهيم. حبيب القلب، شكرا. كان في اجتماع بسري، منو سري؟ يعني على السريع، بمنزل عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي. أول شيء خبرني كيف كان الاجتماع وشو كان هدفه الاجتماع، لأنه من بعد هالاجتماع ظهرته بصيغة أنه رح ندعي لجلسة هيئة إدارية ويكون فيها رئيس الاتحاد. أستاذ إبراهيم، ما حدا منا ومن الشباب هاوي كراسي، يعني أهين شيء بالحياة أنك تبرم تقدم استقالتك وتفل. وقت أنت بتقدم استقالتك وتفل يعني أنت عم تهرب من المشكل. نحن منا هواة هروب من المشاكل، نحن بدنا نحل المشاكل وبدنا نحاسب، بدنا نحاسب كل حدا أخطأ. هون قلنا إنه نحن إذا أهين شيء أهين شيء بتفل، بتوقف لبنان، بس بتضل محسوبة علينا إنه نحن ع أيامنا توقف لبنان. هلا خصنا ولا ما خصنا بالنهاية كثير ما بيعرف إنه أنا مضيت وأنا لا ما مضيت وأنا قلت له ما تعمل كذا بهيدا الاتحاد. توقف لبنان. في كثير ناس كانت معارضه وتحط وتقول لا ما بدي، واز بس هيدا بتاخد. طيب جلوبال، رحتوا على الاجتماع؟ رحنا على الاجتماع، قررنا انه درسنا كل المواضيع، تبين انه يا خيي في سعاد خير عم بيقولوا بتوين براكتس انه خيي اجتمعوا وشوفوا شو الحل. انا سلفا بقول لك انه ما في شيء يعني محسوم، بس النتائج السابقة، الخبرة السابقة بتبين وعود ما بتبين أفعال. نحن بدنا أفعال، الأفعال ما عم بتصير، عم نكتر حكي. شو صار بالاجتماع؟ يعني شربتوا قهوة؟ كلنا جاتو إذا بدنا. أوكي. ودولنا بكل الأمور، صار في نقاشات كتير كتير عميقة وهذا، ووصلنا لهالنتيجة إنه هلا. بس قبل هيدا الاجتماع كنتوا رايحين لموضوع مهم وخطير جدا اللي هو توزيع المناصب. ليك توزيع المناصب منه خطر، يعني مش خطر، يعني إنه قرار هيدا إذا في شيء بالقانون بيسمح منه غلط منه عيب. يعني اليوم مثل ما أنا بعطيك ثقة، أنت أما أعطيتني ثقة عفوا، فيك تسحب من الثقة انه قول له خيي اجتمعوا، اعطيتك انا عملتك رئيس، هو 10 وجي 10 خيي، لا سوري بدنا نرجع نعيد توزيع المناصب. بس هل هالشغله فيزبل؟ اجى تقرير اما نصيحه اما ما بعرف شو بسموها، انه هلا ما لوجيك، يعني ما بتنعمل. سو قطعنا عنها. هلا في حال بتنعمل، ما بعرف شو اذا بتنعمل ولا ما بتنعمل، بس هلا خلينا نقول هلا شو في.
هلا رح نحاول نجتمع في نقاط ساخنه تتكون واضحه للامور. بدي اشوف هالتقرير وبرجع للنقاط. ايه. نقاط ساخنه يعني ما انا انه ايه ونبعت قوى امنيه يعني. هلا قوى امنيه لا ما انا نحن بوارد انه نحن بالنهايه بالشخصي ما قلنا على حدا نحن في اداء ما انه عاجب يعني ما انه مزبوط. انا بالشخصي بتعرف استاذ ابراهيم ما إلي على الشخصي، انا بهاجم على الاداء مش على الشخص. الشخص كل انسان حر بحياته انا ما إلي عليه. بس بالاداء في اداء فاضح يعني وخاطئ. طيب بدنا نحاول نشوفنا خلينا نشوف هالتقرير. هيدا التقرير قبل الاجتماع يلي صار وكشفنا عنه اليوم بالاجتماع يلي صار امبارح، ومنه رح بكره الامين العام المحامي شرب الرزق رح يدعي لجلسه عن طريق الاعضاء اللي رح يدعوا لجلسه مع رئيس الاتحاد بيير كاخيا. خلينا نشوف هالتقرير من اعداد هاشم مكي ومنتابع. من يوم انتهاء بطولة آسيا لكرة السلة والإخفاق الفني الكبير اللي حصل فيها واللي ترافق مع حجم الديون الكبير، دخل اتحاد كرة السلة بمرحلة من الشلل نتيجة تراجع الاتهامات بين أعضائه. لو الأمور وقفت على الناحية الفنية كانت المشكلة بتنحل، لكن خطر الديون المحلية والخارجية وضع سلة لبنان مجدداً على محك الإيقاف الدولي. أمين عام الاتحاد الآسيوي أجوب خاتشريان كشف لجريدة النهار هيدا الخطر الناتج عن عدم التزام الاتحاد بتعهداته وتسديد الدفعة الأولى المتوجبة من رسم استضافة البطولة الآسيوية وقيمتها 425 ألف دولار من إجمالي المبلغ وهو 1,700,000 دولار. الاتحاد الآسيوي أعطى نظيره اللبناني مهلة بتنتهي بكرة التنين للتسديد، وإلا رح يطبق القوانين الدولية الواضحة وهي تجميد المشاركات الخارجية. خاتشريان دخل على خط الخلافات المحلية ودعا أعضاء الاتحاد إلى الجلوس على طاولة وحدة بدل اختيار الطلاق النهائي. الأندية هي اللي موقف اللعبة على إجرائها. مع الأسف الاتحادات بدل ما تجي تدفش اللعبة طلوع أو تجرب تدفش طلوع عم بتشد فيها نزول. مبادرة الأندية هي مخليها اللعبة فوق، اللاعبين، المدربين، الإداريين، رؤساء الأندية، إدارات الأندية هي يلي عم تدعم اللعبة من دم قلبها لتضلها ماشية. مع الأسف الاتحاد باله قوم لأقعد مطرحك، برجع أنا لا زيح أنا بدي أقعد مطرحك، عم تبرم القصة برم، كل واحد بده محل التاني. أنا ما عندي هوس أن أطلع انتقد لأنه الانتقاد بينعكس علي، يعني أنا في علي ضغط كتير ما بدي أحكي عنه من عدة أفريقاء لأنه بحكي الحقيقة. بس إذا ما صلحنا الوضع هذا اتحاد يعني اليوم سأل حيلا واحد بالشارع راضي على اتحاد اللبناني بالباسكتبول أكيد رح يقول لك لا. من جهة تانية الاتحاد مطالب بدفع تكاليف بطولة آسيا من إقامة الوفود اللي شاركت بالبطولة، والأمور رايحة لمحكمة يوم الأربعاء الجاي واللي رفعتها مجموعة هيلتون حبتور إلى مستحقات كافة اللجان اللي اشتغلت بالبطولة. إشارة إلى أنه منتخب لبنان المهدد بالإيقاف كان خاض المباراة الثانية بتصفيات كأس العالم وخسرها أمام المنتخب الأردني بنتيجة 87-83 من بعد ما كان ربح المباراة الأولى أمام الهند بنتيجة 107-72 على أمل ما يكون لبنان موقوف بموعد مباراته الثالثة أمام سوريا خلال شهر شباط المقبل. يعني على أمل أنه لبنان ما يكون موقوف. أستاذ دومت يعني هو التقارير بتحبون أنت. غسان سركيس بقول هيدا اتحاد، سأل واحد على الطريق بيعرف أنه هيدا من بما معنى أنه منه اتحاد سالك بوضعه الطبيعي. لبنان رايح للإيقاف جملة أسئلة. مزبوط كوتش غسان هو بيعرف أنه أنا قديش بكن له محبة واحترام وبحس انه يعني هو قادر يعطي للمنتخب لكذا. انا كنت من المطالبين انه الكوتش يكون لبناني لانه بيعرف الذهنيه اللبنانيه وبتعرف نحن ذهنيتنا كثير صعبه وعقليتنا كثير صعبه. هلا انا بخالفه للاستاذ غسان للكوتش غسان انه في اتحاد. اكيد في اتحاد. انا برجع بقول لك شيل هيدا اسيا الاتحاد كل الانشطه ماشي. هلا برجع بقول بالمينيموم الموجود صحيح يعني الانديه صحيح عم تتعب. انا بالنهايه ممثل نادي بيبلوس يلي عم نضحي اكثر من اللزوم. وجه له هون تحيه الاستاذ نبيل حواط على للجهد الكبير اللي عم بيعمله مشان نقدر نوصل للمطرح. مع الاسف كانت تقليعتنا كتير بطيئة السنة إن شاء الله بتكون أحسن. أستاذ نبيل بعرف قدي عم بيتعب وبفهم المعاناة يلي عم بيعانوها رؤساء الأندية. بس مش معناتها كمان الاتحاد بده يكون بس لها 10 أندية. أنا برجع بقول لك أنا أمين عام اتحاد نادي بيبلوس بالنهاية، ونادي بيبلوس عندي خط أحمر. بس كمان عندك 240 نادي كمان لازم نهتم فيهم. هلأ في أخطاء أكيد
من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، يعني صح. ما في انه في اشياء خطأ، بس اذا بتاخد اوفر اول شيل اسيا ماشي الحال. طيب يا استاذ نومت، انا بدي اسألك سؤال وقلت لك بدك تجاوبني عليهم هيدول بسرعة. انتو اليوم عم تحملوا رئيس الاتحاد مسؤولية كاملة لبطولة اسيا، وانتو مثل ما قال أسبوع الماضي كان قاعد على نفس الكرسي صديقك إبراهيم نسا رئيس لجنة كرة السلة بنادي شونفيل، صديقك أو لا؟ استاذ إبراهيم نسا أنا شايفه مرة واحدة، لا منه صديقي. أوكي. منه بالتكافل والتضامن. هيدي غلطة عملوها. بالتكافل والتضامن. أنتوا أوكي، أنتوا بتتحملوا المسؤولية أول شيء موافقين. انتوا ما اعترضتوا باستثناء اكرم حلبي للامانه وحده كان عم يعترض، وجيتوا عم تقولوا انت مسؤول يا رئيس الاتحاد لحالك. نحن اعترضنا كمان، يعني نحن ما بدنا نحمل كل شيء لرئيس الاتحاد. نحن قلنا له لرئيس الاتحاد خي اذا بدك تعمل اسيا فينا نعمل اسيا، بس اكيد انا بتعرف ابراهيم زلمه مصرفي، في معك ألف تشتغل بألف، ما فيك تشتغل. طب ليه ما وقفتوها بوقتها؟ يعني وصل وقت الكونتراتات، وصل وقت حاولنا نوقف للآخر. يعني إذا بتشوف كنتوا عم تستقبلوا جلسة في أول في جلسة دومت اسمح لي. نعم. أنا طلعت أكثر من مرة على الملعب وكنا موجودين، يعني رحابة صدركم باستقبال الناس على باب الملاعب، كنتوا عم تشتغلوا على الأرض، ويعني كنتوا أنتوا بي العريس. أخي أكيد أنه بالنهاية هذا بيقولوا له الفات أكونكلي، يعني الحدث صار، يعني فوق انه الغلط لانه وهمنا. برجع بقول لك انه نحن كمان بالتكافل والتضامن، ما بعرف الى اي حد، هو استاذ منسى قال انه هو اصر على كتبها هيك بخط ايده، اصر على التكافل والتضامن. هلا يمكن عنده وجهه نظر بفهمها، بس الاشياء وقت اللي بتتصوب الامور وصلنا على مطرح ما بعد فينا نظهر، يعني ما بعد في كونترا منضي من 30/5، يعني نحن كأعضاء هيئة إدارية مش عارفين إنه الكونترا منضي. دونك هيدي الغلطة الأساسية اللي صارت، قلنا له يا أستاذ بيير يا خي إذا ما قدرين أمن التمويل ما بلا آسيا. هلا أنا ديبلي إنسايد بدي آسيا، يعني إذا تأمن تمويل آسيا شغلة كتير مهمة، منتخبات 15 فريق بيعطيك صورة غير رياضية إنه لبنان بلد آمن منه كيف ما كان، وكان بشكل أو بآخر الحدث ناجح. أوكي خسرنا هيدا الفيلر الكبير كان عنا، بس شو كان فينا نعمل غير هيك؟ ما كان عندكم خيار. شو بتعمل؟ خليني أخذ رأي مدير عام وزارة الشباب والرياضة الأستاذ زيد خيامي، يلي له رأي خاص بموضوع توزيع المناصب، ويمكن له رأي أساسي بإعادة عودة الأعضاء إلى طاولة الحوار باتحاد لبنان لكرة السلة. صباح الخير أستاذ زيد. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله أستاذ زيد. سؤال سلم لي على ضيفك بالأول. بيوصل أستاذ. أستاذ زيد، توزيع المناصب كنت ضده وحسمت هيدا الموضوع، وقلت أنه لا يمكن للوزارة تعطي إفادة إدارية جديدة لرئيس جديد للاتحاد طالما الرئيس الحالي بيير كاخيا موجود. شوف، عادة توزيع المراكز بتم بعد الانتخابات مباشرة. أما فيما بعد بتم توزيع المراكز في حال استقال أكثر من عضو من مركز، بتم توزيع المراكز بين المراكز المستقيلين من الأعضاء، مش بين المراكز اللي بيشغلوها الأعضاء اللي انتخبوا مع بداية الاتحاد. إذا بدك تنتخب شخص مكان شخص غير مستقيم فهذا معناه العزل. العزل له أسبابه وله مبرراته، له قوانينه وأنظمته. فما بيجوز أبداً أنك أنت تعزل شخص من منصبه هيك بدون أي إجراء. هلأ فيما يخص بكاس آسيا أو المترتبات الموجودة على الاتحاد، هذه مسؤولية بتحملها كامل الاتحاد. ما فيك تحمل المسؤولية لشخص من الاتحاد. هو الاتحاد لما بيجتمع داخل أروقة الاتحاد أو فيما بينه بيقدر يتهم بعض البعض يصطفل، أما قدام الناس وقدام المؤسسات الرسمية وقدام الشركات أو قدام الاتحاد الآسيوي فالمسؤولية مرمية على عاتق الاتحاد. من هون أنا بدعي الإخوان كله سوا بالاتحاد أنه يعودوا يجتمعوا، وبرأيي أنا أنه يعالجوا مشكلة الديون المترتبة، يعني على اللي أوقع الاتحاد في هذا الديون، اللي أوقع لبنان في هذا الديون يعني اللي هو الاتحاد، أن يعالج هذا الموضوع. هلا بعد ما يتعالج هذا الموضوع لكل حدث حديث، بس مفترض أنه الجميع يتحمل مسؤولية
مسؤولية على الجميع مش على فرد من الأفراد. أنا بدعيهم لتحمل المسؤولية، خاصة أنه نحن كوزارة عبر مجلس الوزراء أمنا مليون دولار للاتحاد، وسابقا كنا عاطينه أن نحن كمان 200 مليون ليرة. أستاذ زيد، بس لو سمحت، يقال أنه موضوع توزيع المناصب من 3 أيام كان سالك ورايح أخذ منحة الإيجابي بشكل كتير كبير. لا، كان موضع نقاش، يقال انه صار في تدخلات سياسيه بهالموضوع من اجل عدم توزيع المناصب. انا باكد انه انا على الاقل ما حدا اتصل فيه، ما حدا اتمنى عليك ابدا، بس كان في نقاش حول موضوع توزيع المراكز. مش عم بسمعك. واضح، انا حبيت اخذ منك الايضاح. شكرا لك سعاده مدير عام وزاره الشباب والرياضه الاستاذ زيد خيامه، يعني حبينا ناخذ منه الاتصال. نحن مثل ما سبق وقلت لك انه كان وصلنا هذا الراي بهذا الموضوع، بس بخالفه شوي للاستاذ زيد انه نحن اكيد بنتحمل، بس انا وقت اللي بينمضى شيء الهيئه الاداريه ما انا عارفه فيه، كيف بدك تحمل لي مسؤوليه؟ أنا شغلي منو متاخد قرار بالهيئة الإدارية، كيف بتحمل مسؤولية أنا؟ كيف حدا يشرح لي أنه أنا اليوم إذا أنا رحت مضيت عن تلفزيونك شيء أنت منك عارفه؟ بيجي أنتوا مفوضينه هيك؟ مش مزبوط هيدا الكلام. نحن التفويض كان واضح، بتفاوض بترجع لعنا بتقلنا عنا 1 2 3 4، يا منوافق يا ما منوافق. مع الأسف الشديد كان في تفرد بالقرار. فيك تقول لي شركة بيوند مينا أنا بدك تحملني، أما بدك تحمل الاتحاد مسؤولية شركة وهمية اسمها بيوند؟ طيب أستاذ دومت، أنتوا رجعتوا عن موضوع توزيع المناصب بعد ما حكي، بعد ما سرب عن المدير العام واليوم حسم هالموضوع بأنه لا توزيع مناصب قانوني ولا إفادة إدارية، يعني حتى في حال وزعتوا مناصب ما بتاخذوا إفادة إدارية، بضل بيير رئيس اتحاد. أستاذ بيير كخيا، برجع بقول لك لو قطشتك نحن تحت القانون منا فوقه، كرمال هيك ضربته فريم. مش ضربنا يا اخي، اليوم انت وقت في حائط قدامه بتقشر بتفوت فيه اكيد بدك تضرب فريم، انه هيدا الحل ما انه ظابط. اوكي بدك توعى غير الترناتيف، برجع بقول لك توقيف لبنان عندنا ما حدا بيحمله، ما بدنا نوقف لبنان، بدنا نلاقي كل الامور تما نوقف لبنان. يعني بس اجوب خاتشريان اعطاكم يومين، يعني بكره الثاني هلا استاذ اجوب يرجع. قلبه كبير ولبناني اكثر مني وضريل باللعبة أكثر منه، وهو بيعرف المصلحة وكيف صارت كل الأمور. هلأ في مليون دولار بدها تجي، نحن ما ناكلين حق حدا ولا رح ناكل الحق صاحب الحق سلطان، ولازم ينعطى الكل واحد. رح ترجعوا تراسلوا الاتحاد الآسيوي؟ هلأ أنا هي قصة مراسلات، لأنه ده أعطيك شغلة، مثلا أول مرة طلبنا نستعطف، شو بيقولوا، نسترحم الواحد، بعتنا ردوا أنه لا أخي ما بيصير. برد رئيس الاتحاد بيقول من اول مره ما بيمشي لازم من ثاني مره. نحن منا بورد لا نسترحم ولا نستعطف ولا كذا، قال رئيس الاتحاد. انا سالته هيدا السؤال انه بتدفع دفعه اولى وبعدين مش ما بتدفع ولا ليره وبتيجي، يعني ما حدا بيورد يسترحم ويستعطف وكذا، في حق لازم يندفع بشغله او باخرى. انه نحن خلص وافقنا على 1,700,000، اللي بقول لك انا ما كنت وانا ما جيت وانا، بس بالنهايه الاتحاد اللبناني لكره السله وافق على دوم اعترض اكرم ما بده، بس بالنهايه في علينا ديوق بدنا ندفع. هيدا الرقم اندفع ببطولات قبل؟ هيدا الرقم انا مفاجئ فيه بالواقع كثير، يعني استاذ جورج بركات كنت بتواصل معه، صديقي جورج عم بتواصل معه على طول، بيقول لي بسنه 2000 اذا مش غلطان انه كانت تكلفه البطوله 84,000 دولار، يعني 84,000 للـ1,700,000 ما بعرف كيف بتتصير الامور، يعني رقم كثير 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 غريب عجيب. وكل العالم صارت متجهه عدم الانشاء هالشيء، مثلا اليوم مثل ما كنا تفضلنا وعم نحكي الصبح انه غرب اسيا ما لقوا دوله مضيفه تعمل لهم، هن اللي عم يعملوا الاستضافه اشتراكات وكذا، يعني هاي الامور خلص، يعني اسيا وتسوي غرب اسيا بطلوا منتجين، يعني حتى الانديه اللبنانيه اللي عندنا يعني بتقلها عم تعتذر، وابا عم تعتذر لانه صار مصروف بلا ادد فاليو، يعني الاند ريزلت
عجبتني هي كيس تنك يعني ما بقدر نجيب. طيب جيب منك. يعني اذا بتشوف تليفوني بس الحالي انت احلى شيء انك بعيد عن سمع تليفونك، انا لانه على السمع. اول شيء عندي سؤال من شخص، طبعا كل مشاهدينا في اي بي، بس هيدا شخص في اي بي بيقول وجودكم بقرعه كاس اسيا اثبات على انكم موافقين وانتم كنتوا ان صحيح. نحن ما حدا تنصل انه نحن ما بدنا، انه لو عندكم مشكله بوقتها كنتوا ما تجوا على القرعه. للمستمع الكريم، نحن كهيئه اداريه لتاريخ هيدا التاريخ كان استاذ بيير عم بيقلنا نحن ما مضينا، يعني لو ايفن لو عملنا الدرو بعد ما في التزام، لانه ما كان عنده تفويض منا، ما في تفويض انه نعمل اسيا. كنا على طول بكل الاجتماعات والمحاضر بتشهد قل له اذا ما في تمويل انا ما راح امضي. طيب كمان توضيح من امين العام لاتحاد لبنان لكره السله الاستاذ شرب الرزق بيقول انه توزيع المناصب بحسب رايه القانوني قانوني 100%، وحتى الاستاذ اكرم حلبي عم بيقول قانوني 100%. طب طالما هالقد قانوني ليه ما اخذتوا القرار؟ ما بخفي عنك انه وقت اللي بيصير عندك كل الاسس وكل التامية اللي نقدر نعملها ما رح نتردد. لا يزال قائم هيدا القرار، ما رح نتردد رغم انه المدير العام عم بيقول ما قانون. انا بحترم المدير العام اكثر شيء في محاكم وكذا، بيقول انه هيدا الشيء، مع انه هيدا بتعرف انه الانظمة الرياضية بتبعد كثير عن الدولة، يعني والا بصير عندنا غير مشكل. اتحاد قرر انه ياخذ كذا، هيدا الشيء تبين للجنة الأولمبية بتصور الدولية. بدك إفادة إدارية، إفادة إدارية وزع المناصب اللي بدك اياه، واذا الوزارة ما بيسمح لي، اذا القانون بيسمح لي بدي اعملها، اذا القانون ما بيسمح لي بقول لي اكثر شيء ما بيطلع لك. بس عناصر التوزيع المناصب بعد ما انا موجوده. اعطيك سكوب ثاني، وقت اللي بتنوجد ما راح نعوفها. طيب يعني الاتصالات كلها، اول شيء التحيات عم تنهال عليك من اعضاء الاتحاد كلهم، جماعتك يعني ما تفكر حدا تاني. انا ما عندي جماعه، لانه المؤيدين لخطك. انا خطي واضح للكل، ويعني ولا بحياتي كنت مع حدا ضد حدا. يعني انا اكرم الحلبي مع حفظ الالقاب وصل وقت انه ما كنت بعرفه وما كنت احكيه، وبالجلسات كانت تكون عاصفه بيني وبينه، بس وقت اللي بتحط الحق على الطاوله بيمشي الحال. جيد. صح ام خطا مع نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله دومة كلاب بالسؤال الاول؟ بصح ام خطا بيقول له عهدكم هو الأسوأ بتاريخ اتحادات السله؟ خطا. السؤال الثاني بيقول له تخافون الاستقاله الجماعيه طمعا بجنه الاتحاد؟ جنه الاتحاد انا بقول لك صح ام خطا؟ جهنم. نعم. الاتحاد خطا. خطا. جنه. بعض الأعضاء تنقصهم الجرأة بالمواقف الحاسمة. صحيح. جنة الاتحاد. أبدا. يعني كل مرة أنا ما بعرف، يمكن أنا سوء طالع على الاتحاد. أنا هي تاني مرة بكون بالاتحاد. أول مرة شيء 4-5 أشهر كنت يا سنة، كنت مع روبير، دكتور روبير أبي عبد الله اللي كان ضيفك. تعرف إبراهيم اللي بيفاجئني إنه وقت بطلع أنا هلأ بصير حاضر وخبر إخبار بالوقت يلي أنا بكون مسؤول وما بعرف أعمل شيء، كيف هي بدها تصير ماني عارف. دكتور روبير كان رئيس اتحاد، كل اللي نظر فيه هون ليه ما كان يعمله؟ بس هذا سؤال. إيه بس في نقطة مهمة، إنه الدكتور روبير كل يلي قاله من فترة وصلتوا لقاله هلأ. يقول هلأ الحكي، لك الحكي شيء، ولا راح اجي جدلا معك. كان رئيس اتحاد صح ولا لا؟ هلا انا راح اسالك ليه ما نفذ كل الاشياء اللي انعملت، اللي عم بيحكي عنها ليه ما نفذها؟ محاسبيا، اداريا، محسوبيا، كذا اللي بدك اياه. في ما في احيا من الحكي ابراهيم، بحكي انا وياك من هلا لعشر سنين. التنفيذ صعب، فيك تنفذ. قبل ما اروح على الفاصل الاعلاني، حضرتك كنت اقرب المقربين لبيير كخيا وطعنته بالظهر؟ لا انا ما بسمح هذا الكلام، هو طعنني انا ما طعنته. انا ما بينقال عني لا بينباع ولا بينشر.
هو كتير بيعرف منيح انه انا لا بنبيع ولا بنشر. بس حتقعد معه الى جنبه نائب اول يعني بعيد عنه اقرب من هيدي المسافه؟ انا بالشخصي بالشخصي ما لي على شيء. انا برجع بقول لك انا على ادائه. بيير غلط كتير بالاداء، انا ما عندي عدو، هو خصم منه خصمي حتى. بيير غلط معي شخصيا، يعني انا ما بينقال عني ويمكن رجع طلع ووضح هيدا الكلام العفوي والسريع ما بينقال عني انا. بتهدي انا الوحيد يلي كنت معه من انتخابات السابقه وخسرنا سوا وضلينا معه، بس تقول لي انا بنبيع وانا بنشر؟ لا بنبيع. طيب. ولا بنشر. يقال الاسبوع الماضي قلتها وهلا برجع لانه رجعت عرفت عنها نقطه مهمه، انه اي تسويه او جلسه ممكن يكون بعيد عنا الامين العام صديقك اللي بوجه لك تحيه شرب الرزق. ولا ممكن في تسويه على ظهر شرب الرزق، ولا ممكن، مش وارده. فاصل إعلاني قصير مشاهدينا الكرام ومنرجع لمتابعة هالحلقة الشيقة مع دومة كلاب نائب أول لرئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة. عودة لكم مشاهدينا من أجل متابعة هالحلقة لليوم مع الأستاذ دومة كلاب نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة. طبعا من ضمن فقرات وتقارير البرنامج المباراة المهمة اليوم، هيك بس لنغير شوية جو، يعني حق الجمهور صحيح. لأنه صحيح. مش بس أزمة الاتحاد هي باللعبة اليوم، مباراة الشونفيل والهومنت من هالعنوان العريض بهاليوم بهالمرحلة. خلينا نشوف هالتقرير كيف تحضيرات الفريق قبل ساعات على هالمواجهة المرتقبة. بعد انتهاء أول جولتين من ورشة منتخب لبنان بتصفيات كأس العالم، رجع دولاب البطولة المحلية إلى الدوران مع مباريات الجولة السابعة اللي انطلقت يوم الجمعة بمباراة الويزي وويبلوز، وبتختتم اليوم بمباراة القمة بين الشونفيل المتصدر والهومنتمن. الشونفيل بقيادة غسان سركيز ما تلقى أي خسارة وأنهى تحضيراته للمباراة اللي رح تشهد مشاركة أجنبي جديد بصفوفه هو ديفين جرين. جرين كثير حلو رح يكون. فريق الهومنت من فريق كتير قوي بغنى عن التعريف، عم يلعب على أرضه، جمهوره رائع، جمهوره كبير بيساندو، يعني كل الناس تعرف شو معنات وقت تلعب على ملعب الهومنت من، يعني بتمنى أنه يطلع جيم نظيف والفريق الأفضل يربح. تحضير كتير منيح. الماتشاب نحن والهومنت من في ماتشاب، يعني هني عندهم بيكس تحت السلة ونحن عندنا بيكس تحت السلة، لازم نكون نحن محضرين منيح، لازم نربح هذا الجيم لأن بسهلنا كتير الطريق للدور الأول، يعني نكون نطلع أول. هالسنة كل جيم هو بهم، خصوصا عم تلعب ضد الهومنتمن، رح يكون ماتش صعب، فريق كتير منيح هالسنة وكمان بده ينافس على اللقب. نحن بدنا نجرب قد ما فينا نضلنا محافظين على الريكورد اللي عاملينه ونجرب قد ما فينا ما نخسر. ان شاء الله رح يكون اكيد جيم صعب على الفريقين، بعتقد انه خصوصا في بريك كان طويل، يعني نحن صرنا تقريبا شي شهر مش لاعبين جيمز. الهومنتمن اللي كان خسر مباراة وحدة بيسعى للتعويض والمشاركة بالصدارة واستعد لهالمباراة لتحقيق المطلوب. ماتش شونفيل هو اللي بيقرر المراكز أول تاني تالت، سو حاطين كتير وخاصة على أرضنا حاطين كتير تقل فيه هذا المباراة لأنه غير طعمة عن المباراة البقية. المباراة البقية أوقات بتلعب منيح بتربح، أوقات ما بتلعب منيح بتضل تربح، بس هون ما بتلعب منيح بتخسر المباراة دغري. ما فيش شك إنه بتلعب متصدر الدوري حالياً، الهدف انه تربح الشونفيل تتصدر بطوله لبنان، بالاخص احنا معنا خساره، الخساره كثير بتاذينا بتبعدنا عن المركز الاول. مباراه تقول احنا تخليك تعرف الليفل لكل فريق انه هو الليفل اللي وصله في الدوري، ونصور يعني التارجت الفريق الهومنتمنت، يعني منه كسب ولا بيخسر، التارجت تاع الفريق الهومنتمنت ان احنا نحافظ دائما على الملعب تبعنا ونحاول ننتصر. اكيد دائما نحن عنواننا الدفاع، سو على كل جيم بدنا نطلع نجرب نعمل دفاع احسن لنوقف سيستم فريق الثاني ونجبر يلعبوا على السيستم تبعنا. شوف في اول شيء فريق كثير قوي، اكيد ريسبكت له، نحن محضرين كثير منيح لهالجيم لانه بتعرف قد ايه مهم الجيم كرمال إذا أنا راد ما نتصدر البطولة ونقدر نكفي المشوار للآخر. أكيد مباراة كثير مهمة خصوصي إلنا، بدنا نضل نجرب نحافظ على كوب المراتب الأولى، وهدفنا كمان نكون عندنا الهوم كورت أدفانتج لأنه بيساعدنا كثير بالمراحل اللي بعدين إذا بدنا نوصل للهدف ونكفي للآخر. كل الأنظار رح تتوجه اليوم لملعب بزهر لمتابعة مباراة القمة، وبالوقت نفسه الحكمة اللي بيحتل المركز الخامس بيستضيف المعهد الأنطوني التاسع على ملعبه بغزير.
هيك كانت الأجواء والأنظار رح تتجه لهالمباراة المهمة بين شونفيل والهومنتمن على ملعب مزهر. أستاذ دومة، أستاذ أكرم الحلبي، يعني أستاذ أكرم أهلاً أهلاً أستاذ إبراهيم، تيجي بتشاركنا باستديو بتقعد معنا هون، نحن منصير نكسبك كل جمعة معنا. والله يعني عندي فكرة، أفكر حتى أنقل كون حد التلفزيون صير يجي ماشي يعني. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ دومي. بونجور أكرم، كيفك؟ صباح أستاذ أكرم، عندك توضيح ما لو سمحت لأنه الوقت بلش يدهمنا. أكيد، بس التوضيح أول شغلة، أنا بقدر كثير مداخلة المدير العام لوزارة الشباب والرياضة، ونحن على تواصل دايم معه، ونحن تقريبا عم ناخذ بنصايحه وعم نمشي. وانا باكد شغله، اذا باين فهم غلط كلامه، لانه كلامه اليوم كان كثير واضح، انا بعتبر انه استاذ زيد الخيامي اكد اليوم انه توزيع المناصب هو شغله قانونيه، واعطيك المفتاح وين؟ اعطيك ووضح لك يعني بكل صراحه انه توزيع المناصب يجب ان يكون له تبرير. ونحن على تواصل من اول نهار، نحن كنا ما نمشي بهالطريقه، نحن تواصلنا معه واخذنا تاكيدات منه انه الافاده الاداريه بتطلع. واحد ثاني شغله هي على السريع بدي اقولها، انه عم بتلومه انه اذا استاذ دومت ولا استاذ شربي راحوا قعدوا بالملعب ولا ما قعدوا بالملعب. يا جماعه الخير، المشكله منا اذا قعد بالملعب ولا راح على الدرو سيريموني ولا أكل. المشكله في مخالفات إدارية جسيمة صارت بأثناء بطولة آسيا. هيدي المشكلة نحن بيننا وبين بعض الأعضاء بالاتحاد، ليش عم بتحور الموضوع لمحل تاني؟ وهن بيقولوا ما في مشكلة وكل الأوراق مزبوطة، خلي القضاء يبت بهالموضوع. أستاذ أكرم 100% 100%. طيب ليك بدي أسألك سؤال، نحن كل الأعضاء بالاتحاد طلعنا فرجينا المخالفات، هل طلع حدا منهم فرجى أنه ما في مخالفات؟ يا أخي في مخالفات جسيمة. هل أنت كأستاذ إبراهيم متابع للرياضة، انت شفتهم بعيونك، شايفوا العالم بعيون المخالفات، هل بتقبلوا بهالشيء؟ طيب شو المطلوب؟ لانه في حفله صارت لازم كل العالم تسكت، يا اخي في ديون على الاتحاد، كمان لازم نسكت لانه عملنا فرحه؟ بعدين ثالث شغله يا استاذ ابراهيم، ولا هي شغله الاخيره واللي مهمه، منتخب لبنان بلا مصاري، منتخب لبنان ما كان قادر يريح على الاردن، في تسكير مصاري، في كيديه بالتعامل. برجع اقول لك في اجتماع هالجمعه ان شاء الله، والامور كثير رح تكون واضحه، واللي عم يحكي انه عنده الحل خلي فرجينا الحل على الطاوله. شكرا لك. اوكي انا بتشكرك استاذ اكرم حلبي على هالتوضيح. بالنهايه مثل ما عم تقول، القرار بالنهايه القانوني رح يكون للوزاره بهيدا الموضوع. والى فقره شو تعليقك، بتشوف الصوره وبتعلق عليها. الصوره الاولى بتفرجي لنائب رئيس الاتحاد الاسماء التاليه، بتعرفهم ولا بزعلك اياهم؟ ولا جورج بركات صديق، رؤساء السابقين لاتحاد كرة السلة، جورج بركات، وليد نصار، جان همام، ميشيل طنوس، بيير كخيا، روبير أبو عبد الله، مع حفظ الألقاب. أي أفضل عهد؟ لك جان كان منيح عهده. تطرحه رئيس إنقاذي؟ لا أكيد لا، أنا ضد أي إنسان كان ورجع. على طول لازم في تغيير، ما على طول انه ما في غير هالاشخاص، لا، لبنان عنده طاقات كثير كبيره. بس رجعته بيير. ايه يمكن غلطه كانت، وهيدي نتيجتها، هيدا نتيجة اللي عم بقوله، لازم يعطولي فيه يكون في دم جديد. انا بعطيك خبرتي بنادي بيبلوس. خليني اشوف الصورة الثانية وبرجع لنقطة رح احكي عن بيبلوس بآخر الحلقة. منتخب لبنان بشرف، بتصير أخطاء. أنت ضد استقالة ياسر الحاج؟ أكيد، كل لبنان عم بيطالب ياسر الحاج بالاستقالة. أستاذ إبراهيم، كل إنسان حر برأيه، عم تسألني رأيي. بس هل يعقل المدربين، اللاعبين، الإداريين، رؤساء الأندية اللي عم بيحطوا مصاري عم بيطالبوا باستقالة لجنة المنتخبات ياسر؟ هلا هيدا شيء كيدي، لجنة المنتخبات هي بتشرف على أنا ولا مرة صار يعني بيخسر منتخب بيستقيل المدرب، صح؟ نحن بهالوقت الحاضر لا بيستقيلوا اثنين. نحن خياع بلبنان، بدي اقول لك شغله استاذ ابراهيم، بايطاليا استقال رئيس الاتحاد. هلا اوكي، هلا هيدا بيج ايشو، يعني انه ما نحن وصلنا على كاس العالم لبنان. الصوره الثالثه بتفرجيها للاستاذ دومت، هيدا سكوب تبع امبارح، هيدا من قلب الجلسه. خلينا نشوف مين هن اللي كانوا بالاجتماع: غازي ياسر، المحامي شرب الرزق، محفوظ الالقاب، باتريك لحود، اكرم حلبي، دومت كلاب،
ما عندكم يعني عددكم ما بيوحي انه انتم كامشين زمام المبادره. لك نحن منا بوارد انه نوحي. قدرتوا تجيبوا 10؟ لو قدرتوا تجيبوا 10 بطيتوا الموضوع وخلصتوا من زمان يا استاذ. في انا ما راح اقول لك لا، بس في شغل. ما راح اقول لك لا، بس برجع بقول لك هلا خلينا بالنكست ستيب، بدنا نطمن اللبنانيين، بدنا نجتمع ونشوف شو لازم ينعمل. اللي حكي اكرم هيدا حكيتك فيه بكل الجلسة، انه في مخالفات إدارية جسيمة بده يتحاسب واحد انه ليش صار هيك. الشغلة الثانية اذا ما مشي الحال بركي بنروح على تغيير المناصب، وما مشي الحال بركي بنروح على البيت بكون اريح يمكن لللبنانية. برجع بدي بس بدي اقول لك مدير المنتخبات لا يتحمل المسؤولية، لا يتحمل المسؤولية. خلصنا يعني ما كل ما واحد بده يطلع بيحكي انه ياسر الحاج عمود من اعمدة الباسكتبول اللبناني. انه في حدا عم بيقول انه كان لازم غازي بستاني، ما غازي وياسر فرد واحد. انه ما هن اللي انه إيه، بس في نقطة مهمة امبارح اتصل فيي الاستاذ ابراهيم نسا وعم يحكيني بالليل بوقت متأخر، هل يعقل زلمة عم بحط مليونين دولار بدعم اللعبة يطلع ياسر الحاج بيقول له شف لك لعبة على طولك تلعبها؟ ليك انا برجع بقول لك استاذ دومت، لا حتى نكون بالشخصي ما عم بتعاطى، انا عم بقول لك شغلة ما بتنقبل بالشخصي صراحة. ما عم بتعاطى كمان استاذ ابراهيم ما قصر فيه، انه ما قصر، انه اليوم الاستاذ ابراهيم مثل ما سمعت شو اسمه عم بيرد، انه استاذ ابراهيم امبارح عم الاول اديت له فريقه بالترتيب. هيدا موضوع تاني الترتيب، بس انا عم بحكي الهجوم بالشخصي. انا اللي بطلبه من الكل العالم انه نكون شوي ايجابيين. استاذ ابراهيم انا برجع بقول لك ما بعرفه شايفه مره واحده، بس بتحسه صار كثير انفولد هلا بالامور. يمكن مثل ما فهمت انه عامل نادي الشانفيل وكذا، ما كل انسان بتاخذ الفاليو تبعه مطرح. كمان انا ما في اروح سوق سياره موديل الستين وبدي سابق فيها بال2017. اليوم خبره استاذ ابراهيم نحن بنعيزه، بس بده يعطينا، ما فينا على طول يعني كل ما واحد نقوص عليه. منعيز خبره استاذ ابراهيم وخبره ياسر منعيزه وخبره غازي منعيزه، كلهم هول الجماعه منعيزه، بس مش ضروري نضل نخبط نجلد حيلنا ونفسنا. يعني اليوم من منكم برجع بقول لك بلا خطيئه فالاستاذ ابراهيم انه مغلط، كل العالم غلطه، انا مغلط، كل العالم غلطين، بس مش ضروري على طول نجلد نفسنا. يعني عايشي هذا بهمنا الخط الاحمر هو المنتخب اللبناني يلي نحن عم نخبطه. بيقول استاذ ابراهيم انه ندفع له لبطاطس تيفل، هل قبل استاذ ابراهيم نحن ننزل لل14 سنه؟ طيب منين نجيب مصاري بالنهايه؟ حدا يتبرع يقلنا هذا الكونترا تبع بطاطس انا بعته امبارح قبل اليوم. فريق سيدات الرياضي قبل ما يروح يشارك ببطولة شرق أوروبا كان عم يتكرم تكريم خاص قبل السفر يلي رح يصير ومشاركته بالمرحلة الثانية. خلينا نشوف هالمشاركة ومنتابع. غادرت بعثة سيدات النادي الرياضي لبنان لتشارك بمباريات الجولة الثانية من دوري أوروبا الشرقية لكرة السلة اللي حتصير بمدينة إزمير بتركيا، ورح يلعب الرياضي مباراتين بتركيا، الأولى أمام لوليا باسكت السويدي اليوم الأحد والثانية مع بورنوفا باكر التركي بكرة التنين. طموحنا الأساسي أنه نقدر نتأهل للفاينل 8 ونقدر نكون عم نلعب على أرضنا ببلدنا ماتش بالبطولة الأوروبية، بتكون هذا شيء إنجاز كتير كبير أول مرة بيصير بلبنان. عندنا 2 important games، أول game ضد فريق من سويدن يلي ربحان 3-0 بأول جولة، وضد كمان ضد فريق من تركيا بوكر كمان ربحان 3-0. سو فريقين كتير منيح داعمين كتير فرقون. فريق لوليا عنده 4 أجانب، 3 أمريكان ووحدة لعبة تليانية ممتازة. الأتراك عندهم ميشيل سنو، يعني كلنا نعرف مين ميشيل سنو بالبنات. حيكونوا جيمات كتير صعبين، بس بدنا نجرب نربح 2 games أو 1 game حتى ما نكون كمان كتير عم نحلم. هلا عنا طموح كتير كبير للمرحلة التانية، بهمنا كتير نربح الجيمتين، they're very crucial، وإن شاء الله بنرفع اسم لبنان مرة تانية. هاي السنة أكيد عنا تحديات كتير كبيرة، أكيد بطولة أوروبا الشرقية بتعنينا لأنه أول فريق عربي بيشارك فيها وبطولة عالية المستوى، الكل شاف قديش عالي المستوى. هلا هاي المرحلة عنا ماتشين كتير قوية، إن شاء الله إنه نعمل نتيجة فيهم. عنا جيمين بعتقد هن الجيمين الأقوى بهيدي المرحلة، تحضيراتنا كتير منيحة، عم نتحضر صرنا فترة كتير طويلة، وهلأ إجوا الأجانب كمان التحقوا معنا بالفريق.
أنا كثير مبسوطة حقدر شارك بهالجولة، أول مرة رحت باسكت من صابة ما قدرت ألعب، سو متحضرين كثير أحسن هالمرة، كان عنا إصابات قبل كثير، سو هلا الكل عم بيرجع على الليفل تبعه. قبل مغادرة الفريق إلى تركيا، أقام عارف سعادي حفل عشاء بمطعم شوغن على شرف الفريق بالمناسبة. أنا بتشكر أستاذ سعادي اللي هو حقيقة له دائما دعم معنوي لفريق البنات وللشباب، وبكل مناسبة بطولية بدعينا إلى هذا اللقاء الحلو. أنا بقول لك بكل صدق فخور بفريق البنات اللي وصل بالأربع خمس سنين إلى بطولات عربية ودولية. أول شيء بدنا نقول مبروك لنادي الرياضي على الإنجازات اللي عم يعملها، وخاصة فريق البنات حاليا طالعين يلعبوا الأول مع فريق عربي من لبنان بيطلع بيشترك ببطولة أوروبا، وإن شاء الله بيبيض لنا وجهنا وأهلا وسهلا فيهم على طول. يعطي العافية أيس هشام جاودي وتمام ونيلة على الإنجازات وعلى التعب اللي عم يشتغلوه. الرياضي كان ربح مباراتين بالجولة الأولى على ليبايس اللاتفي 72-62 وعلى هوريزون البيلاروسي بنتيجة نفسها، وخسر بفارق سلة واحدة أمام كبركتيس الليتواني 69-67، وبيأمل العودة من تركيا بفوز واحد على الأقل. أكيد بنتمنى التوفيق للنادي الرياضي للسيدات بالمشاركة الخارجية. أستاذ نومت، يعني قد إيه أنت متفائل بالمرحلة المقبلة؟ بطولة نارية، وضعنا ليرة ما فيه بالاتحاد، نحن رايحين لمرحلة متفائل فيها؟ هلأ عفوا، تكون أنت قلك متفائل كون عم بتضحك، بس لازم اتفائل، لازم حس بالتفاؤل، لأنه قلبي على هالأندية وعالناس يلي عم تستثمر باللعبة، عم بتحط ملايين الدولارات. دونك نحن لازم نتعب جهدنا مشان نخلي البطولة تكمل. بعدين من خلافاتنا بنشوف كيف بنظبطها بعدين. إجباري البطولة تكمل للآخر. إجباري. زميلك ياسر الحاج عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة معنا على الخط وعنده توضيح ما. ياسر صباح الخير. صباح الخير إبراهيم، صباح الخير أستاذ دومت. بس حتى ما تفهمني غلط ياسر، انا بس نقطه انه لعبي على طولك لما قلت له لبراي بس هاي، والا حتى ما اكون انا عم اسافي وحده من الكل. تفضل. معلش بس اقول لك شغله، يعني الهجوم كان قبل مباريات التصفيات، والتصاريح اللي كانت عم تطلع عم كانت هدفها بلبله المنتخب وضرب المنتخب، هيدا شيء منه صحي ومنه رياضي من شخص كان مسؤول بالرياضة وبعده ما زال بيمثل نادي. يعني الهجوم في هجوم مضاد له، وياسر الحاج مش هيدي أخلاقه طبعا، ولو ما صار تجني وتشريح بالشخصي ما كنت أنا رديت هالرد. هيدي شغلي. شغلي تانية، يعني أنا بدي أقول لك إذا أنت عم تقول لبنان كله عم يطالب باستقالتي، هذا منه صحيح. في خبرة وفي إداريين بيعرفوا شو صار. أنا على السوشيال ميديا الوضع يعني اللي نحن كنا فيه وتحت الضغط اللي عم نشتغل فيه. الجمهور عنده رأيه طبعا، تحترمه وتحترم أراء الباقي، بس نحن بوضع منه صحي. نحن عم نتحمل مسؤوليتنا على أكمل وجه وما هرب من المسؤولية لأنه رجال، وأنا وغازي واحد، إذا كان هو مدير منتخبات أو أنا كنت مدير منتخبات ما في فرق. مثل ما قال أستاذ دومت أنه نحن واحد. صحيح غازي تنزل لي عنا وأنا برجع له إياها ساعة اللي بده لغازي الثاني، بس ما يصير فيه هجوم لسبب معين ولا أجندة شخصية. فنحن اليوم بلبنان بدنا نوقف وراء منتخب لبنان، بدنا ندعمه قبل التصفيات وبعد التصفيات، مش إذا خسر المنتخب بدنا نقوس. يعني لو ربح المنتخب بالأردن كان طلع هذا الحديث كله، بس أنا حبيت أوضح للجمهور ولكل الرأي العام إنه حاجب تجريح بالكرامات. نحن جبنا أمجاد للبنان ورفعنا اسم لبنان وعلم لبنان بالمحافل الدولية اللي كانوا هني بوقت عم يكزروا ويشموا الهواء. شكراً لك ياسر على هالمداخلة. مرسي ياسر. في عندي مداخلة من كمان في آي بي بقول لولا بيير كخيا أنتم مش على الكراسي اليوم. في أولى من بيير كخيا. فيها وجهة نظر. ولونا منا بيير كخيا ما كان على الكرسي. لا أنتوا اليوم بالاتحاد لو ما بيير. أكيد. بيير فيه يعمل حملة وحده. شو عملته؟ يعني شو قصده؟ ما يعني ريت تسأل لي شو قصده؟ يعني. إنه لو من بيير. إنه شو يعني لو من بيير؟ بيير ما في يكون أنتيتي وحدة. بيير كان بليحة، إذا هلا بينزل بيير وحده بيقدر يوصل على مطرح. يمكن. يوصل. مو فرق. بس نحن ولا بحياتنا منكون مع حدا هيك على العمى. بختام الحلقة بيبلوس وين راح نشوفه بنهاية البطولة؟
من أسوأ الشيء يعني أحب شيء على قلبه، وبرجع بكرر التحية لأستاذ نبيل وإن شاء الله نقدر نخلص. عم نحاول نغير الأجانب تبعنا، انطلاقتنا كانت كتير بطيئة، صار إصابة رودريك غيرت الفورم تبع كل تشكيلة الفريق، نحن معتمدين على الوان، صار الوان أجنبي، إن شاء الله هلأ رودريك رجع على وبتتحسن الصورة كلها. نتمنى هيدا الشيء، ومن كل بد لازم تتحسن. أستاذ بومت، أنا أكيد بيبلوس رح يكون لنا حلقات عنه مع لاعبين وإداريين وفنيين وحتى مع الأستاذ نبيل. أنا بدي أتشكر حضورك معنا لليوم، بدي أتشكرك من جبال جبناك بكير. هيدا الشرف لنا أستاذ إبراهيم، أنت بتعرف أنت أكثر من صديق، أنت أخ، وأنا بتعرف ما كتير بطلع وما عندي كتير وقت، بس أنت فعلا أخ. شكرا لك. نشكر المشاهدين ونتمنى ما يكون زعجنا حدا واستفزنا حدا، بس لا، أنا بدي أتشكر أنه هون المبادرة طلعت وأعلن عنا لأول مرة. أكيد أكيد أنه بالنهاية نجتمع الكل على طاولة واحدة، وهيدا الشيء اللي عم نسعى له نحن، الجمع وليس التفرقة. إن شاء الله على أمل أنه الأمور ترجع على نصابها. من اليوم كانت الانطلاقة من خلال اجتماع مبارح أنه الاجتماع رح يصير يوم الأربعاء بعد ما يدعي الأمين العام بكرة لجلسة يوم الاثنين، لجلسة للاتحاد من خلال عودة المياه إلى مجارية بركي، أقل وعدم توقيف لبنان عن المشاركة. أنا بدي أتشكركم المشاهدين الكرام على المتابعة. الإعادة اليوم بعد نشرة الأخبار الليلية، وأكيد الحلقة وتقريرها على السوشيال ميديا بكونوا بعد شوي على كل المواقع. شكرا لك أستاذ دومت كلابنا الأول، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة. إلى اللقاء.